ولمتابعة آخر تطورات المشهد في الناصرية بعد المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لمقتدى صدر، ينضم إلينا كاظم ماجد ناشط في التظاهرات عبر الهاتف من ساحة الحبوبي. أهلا ومرحبا بك أستاذ كاظم. أهلا وسهلا بك أستاذ وبمتابعيك الكرام. بداية، وأنت في ساحة الحبوبي اليوم الآن، هل لك أن تصف لنا الأوضاع في الساحة بعد مجزرة يوم أمس والتي ارتكبتها الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر؟ بدأ الأوضاع كانت قبل يوم أمس مستقرة تماما، ولا يوجد أي شيء ولا يوجد أي تصعيد من قبل المتظاهرين السلميين، إلا أن الصدريين قد أعدوا العدة وأصبحوا يهددون المتظاهرين بعبارات ضمنية بأنهم سيقتحمون الساحة تحت حجة أنهم سيؤدون الصلاة في ساحة الحبوبي، في وقت أن للصدريين يوجد مصلى خاص بهم، يعني لا يحتاجون إلى الصلاة في ساحة الحبوبي. فجاءت هذه الجماعات الميليشياوية التابعة إلى مقتدى الصدر يوم أمس وحاولت دخول الحبوبي، إلا أن المتظاهرين السلميين وبطبيعتهم لا يحاولون أن يكونوا هم البادئين بأي تصعيد. صراحة حاول عدد من المتظاهرين إبعاد هذه الجماعات بطريقة سلمية وبطريقة شفافة تماما، فقالوا لهم حاولوا أن تبعدوا مجاميعكم عن ساحة الحبوبي باعتبار أنها ساحة التظاهر ومحتشدة بأعداد من المتظاهرين والخيام، ولا تسع هذه الساحة إلى أداء الصلاة. كذلك يوجد مصلى خاص بالصدريين ويستطيعون الصلاة فيه، وهو يستوعب الكثير، لكنهم كان القصد هو ليس الصلاة، إنما عدوا العدة وجاءوا للقضاء على ساحة التظاهر، وقد راهنوا على إنهاء تظاهرات الحبوبي والأخذ بزمام المبادرة لصالحهم. هذا الحكي طبعا هذا الكلام أنه بالاتفاق ويا الحكومة، الحكومة يعني علنا تقول أنه الدين هذا العمل الإجرامي، والدين أعمال الجماعات المسلحة اللي نفذت عملية ليلة البارحة، إلا أن الحكومة هي أصلا حكومة مبنية على أساس ميليشياوي، هي حكومة ميليشيات. فبعد أن حاول عدد من المتظاهرين إبعاد هذه الجماعات، حصل بعض التراشق بالكلام بينهما، ما أدى إلى اقتحام مجاميع من الصدريين. وطبعا هناك ملاحظة، هم أتوا من جميع محافظة الديقار، يعني جمعوا هذه الجماعات ليس من المحافظة فقط، إنما جاءوا بهم من الأقضية والنواحي، ومعهم نساء تحمل صور زعيم التيار مقتدى الصدر وهي تؤدي. طيب أستاذ كاظم، بهذا الخصوص، أنت قلت أن هؤلاء ليسوا من المحافظة فقط لكنهم جاءوا بهم من خارج المحافظة ومن أقضيتها ونواحيها. بالأمس يعني اخترقت هذه الجموع وأحدثت المجزرة بحق المتظاهرين في ساحة حبوبي دون أي اعتراض من القوات الأمنية الموجودة في المحافظة. هل تعتقد أن القوات الأمنية متواطئة مع الميليشيات في مجزرة يوم أمس؟ يا أخي أستاذ العزيز، حتى أكون منصف، نعم، القوات الأمنية وإن كان هنالك بعض الجماعات القوات الأمنية لهم حس وطني، إلا أنهم لا يستطيعون هذا المد الميليشياوي الهائل. يعني حتى لو قائد شرطة حاليا تم إقالته في نفس الليلة، لأن قائد الشرطة ما حاول يقحم نفسه ويكون آلة أو أداة ضيعة بيد الميليشياويين، وبالتالي ولا يستطيع صد الميليشياويين. هؤلاء يمتلكون سلاح لا تستطيع أي جهة أن تصطدم أو تمنعهم من دخول الساحة غير وزارة الدفاع. هذه الوزارة المجهزة بالدبابات والأسلحة الثقيلة هي الوحيدة التي تستطيع أن تقف بوجه هذه الميليشيات. إلا أننا إذا يعني نظرنا بعض الشيء، جميع القادة العسكريين هم ينتمون إلى ميليشيات مسلحة، لذلك الجيش لا يتدخل، كذلك رئيس الوزراء لا يصدر أوامره إلى الجيش للوقوف بوجه هذه الميليشيات. رئيس الوزراء مجرد أن يدين ويستنكر بعد أن تتم العملية وتراق الدماء، يستنكر وربما سيعتذر إلى الساحة، ولكنه في المحصلة رئيس الوزراء هو على اتفاق مسبق مع هذه الجماعات المسلحة. الميليشيات
لن تكون هي يعني العملية الأولى أو الجريمة الأولى التي تقتحم فيها هذه الميليشيات ساحة حبوبي. حصلت في شهر الواحد تقريبا، يعني شهر كانون، حصلت هذه ما بعد شهر كانون. طيب. دخلت ميليشيات بسيارات علنية وقتلت وأحرقت القيام، لكنها لم تصل جريمتها إلى حد حرق الخيام بالكامل وجرفها بالشفلات. طيب. سأعود لك كيف حصلت الحالة. امتدوا على جميع يعني على طول شارع الكورنيش من جسر الحضارات إلى المصلى، يعني أعداد هائلة جت من الصدريين، كذلك نساء معهم تحمل صورة الصدر وهي تزغرد، وجميع فرحين بحرق أول ثلاث أو أربعة خيام هذه ليلة البارحة. أنا كنت متواجد طبعا مع المتظاهرين. نعم. استمر الكر والفر بين المتظاهرين. طبعا هناك يعني الحالة غير متكافئة. المتظاهرين هم ناس سلميين لا يحملون السلاح، ليس لديهم قوة، وبالمقابل هذه الميليشيات تمتلك كل مقدرات القوة والقرار والدعم. طيب أستاذ كاظم، يعني مقتدى الصدر اليوم يهدد المتظاهرين بقوله: إن لم تستطع الدولة حماية الذقار فإن للعراق جنوده. هل تتوقعون هجوما جديدا ومجزرة جديدة من قبل ميليشيات مقتدى الصدر في ظل حديث عن تحرك ميليشيا اليوم الموعود التابع للتيار الصدري، ومن ماذا يحمون ذقار؟ نعم هذه متوقعة. الليلة تلقينا معلومات عصر اليوم الساعة الرابعة مساء. نعم. بعض مصادرنا الموثوقة ذكرت لنا بأن الصدريين قد جاءوا من الأقضية والنواحي وهم يتواجدون في على أطراف المدينة للتحشيد إلى شن هجمات ما بعد الخامسة مساء. نحن لا نعلم، لا زال الوقت يعني مبكر، ربما سيشنون هجومهم يعني منتصف الليل أو بعد منتصف الليل أو قبل منتصف الليل. نحن لا نعلم شيئا، ربما سينفذون عمليتهم يوم الغد. هم يستعدون، هم ليس لديهم حس وطني لكي يقولوا ان الحكومه لا تستطيع ان تقف بوجه المتظاهرين وهؤلاء المتظاهرين جوكريه كما يصفونهم. لا، التيار الصدري يطمح الى الحصول الى منصب رئيس وزراء ويحاول ان يكسب شرعيه، ويرى ان القضاء على ساحه التظاهر وفتح الطرق ربما يستميل رضا ومشاعر الناس تجاه هذا التيار الصدري، وأنه قد يحشد من خلال هذه الفعلة. هي فعلة طبعا شنيعة، والناس يعني انتقدتهم كثيرا لإراقة الدماء وإحراق الخيم وخلق حالة من الضوضاء داخل المدينة. هم كانوا يتصورون العكس، كانوا يتصورون أن هذه الفعلة ستزيد من شعبيتهم، وذكرها مقتدى الصدر وذكرها صالح العراقي، قال نحن سنأخذ منصب رئيس الوزراء وأن وصل الحالة إلى إراقة الدم. هم كانوا يقصدون يوم الأمس القضاء على الساحة ليس الصلاة. طبعاً ليلة البارحة استعملوا كل أنواع الأسلحة. وهناك ملاحظة أذكرها لك سيد العزيز، نشروا مجاميعهم حتى في القرى التي لا توجد فيها يعني متظاهرين، يعني قرى آمنة، فجعلوا بعض من أزلامهم يطلقون العيارات النارية داخل المناطق البعيدة عن ساحة التظاهر من أجل يعني بث الذعر والفوضى في هذه المناطق، وزرع حالة الخوف حتى لا يتحرك المتظاهرون ليلا إلى ساحة حبوبي. نعم. الناشط في التظاهرات في ساحة حبوبي بمحافظة ذيقارة سيد كاظم ماجد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.